عقيدتنا أن ما من قطرة تنزل إلا ومعها ملك، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. يعني هذا الغيث، هذه الأمطار، بعض الناس ربما ما أدري لغفلتها، لأنه ولينا إلى حد ما نشرب من كيفاش يقولوا القنوات تاع المياه، فغفلنا ان الماء ما يجيش من القنوات، ما يجيش من سد قنداره، وانما يجي من السماء. والذي يملك هذا الغيث هو الله سبحانه وتعالى، والذي ينزل هذا الغيث بقدر هو الله سبحانه وتعالى. فواجب التوجه الى الله سبحانه وتعالى عند عدم نزول الغيث. ربما احنا في المدن لا نستشعر قيمه الامطار، لكن في المناطق الداخليه، خاصه الناس اللي تعتاش على الفلاحين، على تربيه المواشي، على يشعروا بحجم الالم الذي قد يتكبدونه بسبب ماذا؟ بسبب شح الامطار. وهذا شيء كما نقولوا مؤلم يعني بصراحه. فمحتاجين ان نستشعر عظمه الله سبحانه وتعالى وفضل الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الامور، فنتوجه الى الله سبحانه وتعالى، ندعوه ونرجوه ونتوسل اليه حتى يغيثنا غيثا كريما تحيا به البلاد ويحيا به العباد وهكذا.